الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير. من أعظم الأعمال يعملها الإنسان تلاوة كتاب الله عز وجل، وأعظم من هذا أنك تتلو الآيات وتعلم معناها وتفسيرها. مثال آية نحفظها ونسمعها من بعض الأمة، قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت من فرائض وأدتها بأوقاتها، وأخرت من فرائض وضيعتها. كم من فرائض ضيعناها يمكن ما لنا عذر. بعض الناس يصلي الصلاة بوقت اللي هو يختاره، متى ما فضيت أصلي، أرد البيت أصلي صلوات كلها مثل ما ذكرت سلفا. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوت لها وقت ابتداء وانتهاء، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر، في الوقت هذا تصلي الصلاة. إذا ما في جماعة تصلي هام شيء ما يخرج وقتها. مثل المرأة بعد الأذان مباشرة، بعد أذان الساعة، بعد أذان بساعة، إلى هام شيء ما يأذن أذان العصر ويخرج الوقت. وتأثم المرأة ويأثم الرجل إذا أخر صلاة عن وقتها. بعض النساء تظن أنها تصلي الصلاة مع المسجد، يعني عندها بعد الأذان 20 دقيقة. لا، وقت الصلاة، الصلاة واجب موسع، من بعد الأذان مباشرة أو إلى أذان العصر، ما يأذن أذان العصر كمثال إلا تكون أدت صلاة الظهر. ساعات واحد يكون مشغول ومضغوط، شغال بسفار ولا شغال في إدارة ولا شغال في مكان قسم حساس، ما يستطيع أنه يخرج يصلي، واضح، وماسك خفارة. في الحالة هذه يصلي مثال الظهر في آخر وقت الظهر قبل أذان العصر بخمس دقائق كمثال، بعد ما يسلم أدى العصر يقوم يصلي العصر، صلى الظهر في آخر الوقت وصلى العصر في أول وقت، هذا جائز. هذا يسمى الجمع الصوري كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فهذا المضطر ما في حرج أن تصلي الظهر في آخر وقت الظهر والعصر في أول العصر، المغرب في آخر وقت المغرب والعشاء في أول وقت العشاء، هذا الضرورة ما في حرج، هذا الذي يعني ذكره أهل العلم. أما أني آخر عن وقتها ويخرج وقتها، هذا إثم عظيم. فخلف أضاعوا الصلاة، إيش معنى أضاعوها؟ أخروها عن وقتها، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وهذه في جهنم. مصيبة الواحد يأخر الصلاة، شنو عذرك؟ واحد من صلى صلاة وقتها يرتاح. يا نبي الله، أي أعمال أحب إلى الله تعالى؟ بسوي عمل الله تعالى يحبني فيه، قال صلاته في وقتها. اليوم ما صليت الفجر، أسألك بالله الكريم، اليوم وين صليتي أنت الفجر؟ أنت أقصد المرأة، متى صليت الفجر؟ وأنت متى صليت الفجر؟ وين صليتها؟ ميزان حبك لله وحب الله لك الصلاة في وقتها يدل على أن الله تعالى يحب يلقى هذا الوجه. بعض الناس الله تعالى حرم هذا الفضل، وهو محروم أصلا لأنه ما بذل السبب، ما أدى الأسباب، ما نام على طاعة، ما نام على وتر، ما نام على وضوء، ما نام على ذكر، ما نام على سورة تبارك. بعض ممكن أن الله مستعان على معصية وينام على عقوق الوالدين وينام على ظلم وظالم ناس، يقول يا رب توفقني صلاة الفجر. بعض يسأل ويتساءل يقول: طيب حتى لو خرج الوقت، طلعت الشمس ولا خرج وقت الصلاة، يصير يصليها جماعة؟ إذا كنت جماعة فاتتكم الصلاة تصلونها جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى صحابة جرير أن يوقظهم لصلاة الفجر، فلامت عين الصحابة، كانوا في غزوة، فقام عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، طلعت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال الصحابة: قوم غيروا مكانكم، غيروا المكان. ليش غيروا المكان؟ للمكان هذا اللي راحت علينا الصلاة فيه مكان فيه شيطان. حتى قيل: يا نبي الله، واحد من الصحابة ما صلى معنا، قال: ذاك رجل قد بال الشيطان في أذنه. فقال عليه الصلاة والسلام: قوم غيروا مكانكم. قاموا وغيروا مكانكم، راح مكان ثاني. لماذا؟ لأن المكان هذا فيه شيطان. فأمر بلال يؤذن، أذن، الشمس طالعت، أذن الفجر، وصلوا سنة وأقام الصلاة وصلوا جماعة جهرية ولا حرج. تفقه في أمر دينك، تقضي الصلاة ولو خرج الوقت، تقضيها وتصلي جماعة لا حرج. هذه الأحكام مهمة، لازم الله تعالى بأسماء الحسن والصفات العلى أن يفقهنا في أمر ديننا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعض الناس يشوفون يعني اللوكيشن، أنا في مطار دبي، أنا في فندق مقابل مطار دبي، نتريع على ما يقولون وننتظر إن شاء الله تعالى إن الله تعالى يفرج عنا. ونحن موجودين الآن في الفترة هذه إن شاء الله تعالى، متواجدين بانتظار فتح الأجواء في الكويت. الله يحفظ البلاد والعباد، ويصبر كل محجر في الخارج، ويردهم لأهلهم سالمين غانمين.